الخير. اليوم احنا جينا بالاربع شوارع، الاربع شوارع شلون حلوه. جينا دا نتريق قعد هذا شيبك زيبك شيبك شيبك معجنات مناقيش. هاي الاربع شوارع، شوف الشمس شلون حلوه. الاربع شوارع قاعد برا جوي خبط، الهواء بارده. هذا شيبك حلب، كبة موصل، همبرغر، ها؟ بالبيض والجبن ولا بكيفك؟ شلون معجنات مشخية هذا الفرن مالتهم. مرحبا، شلونك؟ هذا الفرن مالتهم وهذا المكان من جوا. ثاني عندهم هاي معجنات، هاي كيكات اتصور عندهم، هذا كله. عجين بالبيض والجبنة، هاي زعتر الجبنة ويا أصوات العصفور. هذا شيبك، شيبك يعني شوبك احنا نسميه، بس ما اعرف ليش شيبك. شيبك وين راح نروح؟ راح نوديكم اليوم للمتنبي. زين نشوف شنو الاوضاع هناك، نصور لكم. شوف هذا العم هواي عندهم موتور سايكلات طبعا من زحمة الشوارع. هذا كلش حلو الاربع شوارع، حتى من واحد يروح قبل بيوم يودي شنو. شوفوا السيارة هاي شنو هي، اي زين يروح يودي الجنط ماله قبل بيوم مثل البقية. هذا استقبال قديم أبو الأثار، ربيع مال حي الجامعة. مطعم خليجي؟ أوكي. بعدها مو كلش متجددي صح؟ كأنه نفس المكانات القديمة عبالك كده أحس. مودرن هاوس هذا جديد، هذا شارع الربيع ها. اي لاف جامعة، هاي حي الجامعة. منو بيته كان حي الجامعة؟ شوف هاي ملتزمة لابسة ماسك، تقولون ما يلزمون ماسك. هاي اي لاف الجامعة، هاي كله جوا حي الجامعة تصير مو؟ نعم جوا يعني. هاي الحطيفية، هاي منطقة قديمة من أيام الملك. شوية فتشي مميز الحطيفية؟ فيها جامع براثة اللي كان هو كنيسة. جامع براثة؟ ايه كان كنيسة وصار جامع. وين جامع براثة؟ هاي بيها بناية الشط اليسار الشط. هاي بقايا مال الجسر الحديدي، مكان عدنك يمشي سكه قطار يمشي عدنك. اي قبل القطار من هنا فوق معلق. احنا بالاربعينات بالخمسينات عندنا هذا قطار معلق ويمشي راحة الاربعينات والخمسينات ويمشي على الجسر الحديدي. الله بعد النخل هونيكي شلون حلوي، النخل شلون حلوي، احلى شيء بالبلد النخل. هاي النخيل هون مسطرة وحية من لف خبل. الله شوف هذا بستان شلون حلو. هذا طيب الشط مره طيب، لا طيب على الشط. هذا طبعا هذا البيروتي، هذا كازينو قديم، هذا حلو هم بيروتي.
كازينو قديم. هاي شنو هوني؟ هي هاي بيروت. هاي السوداء شنو؟ ها هاي ما نصب. نصب جديد هذا كنا صح؟ وهذا البيروت يعني كازينو على الماي. هاي السفارة اللبنانية. نعم. ومدينة الطب. أحرار. وهذا الجامع. وهاي القشلة. هاي القشلة. راح نروح بالبوت للمتنبي والقشلة. هذا جسر الأحرار. جينا ننتظر البوت يجي حتى ياخذنا للمتنبي ونروح لهذا المكان. زوجي دا يستعرض. هاي شنو قد تسوي؟ ترمش له حتى يجي؟ تبدأ المتنبي. هاي بنايه القشله. هاي بنايه القشله القديمه. الحكومه القديمه اول ما تاسست الدوله العراقيه. وراح نروح على المتحف هم. ها هذا شارع المتنبي. هذا المركز الثقافي البغدادي. شنو هاي؟ كلها كتب. هون يبيعون كتب. الله كلها بنايات قديمة. شلون حلوة. قديمة كلش. شابندر المقهى هذا. شابندر. مقهى شابندر هذا. هذا أبو الصميط. هلا أبو الصميط. أنا كيلو ماي 8 تسع. أنا شكل 14 أرقام شكل. شوف كت قديم الأبنية. جوا. عمو دا يسوي جوا. يعطيك العافية عمو. هاي البوابة ما شارع المتنبي. ومقابلنا شارع الرشيد. شوفوا هاي شلون قديمة. شارع المتنبي شارع الرشيد. شارع الرشيد هذا. هاي المصافي هذاك بعد تمثال. هذا السياب. وهذا عبد الكريم قاسم. عبد الكريم قاسم. وهاي بابل. معروف الرصافي هذا. هذا معروف الرصافي. هذاك المتنبي. هاي ملوية سامراء. وهاي المتنبي. نصف الحرية. نصف الحرية. السراي. هاي سنتع بينا. هاي سوق السراي. هنا يبيعون كبة السراي. وين كبة السراي؟ هاي؟ هاي كبة السراي عندك هنا؟ هاي كبة السراي شوفوا. مرقة. المرقة. زي ما هسه راح يخليك تاكل. هذا قديم هو سوق السراي. هو مجدد. مبين مجدد اشوف. هو قديم. هذا قديم سوق. بس ما مجدد. هذا اسمه سوق الوراقين. تعرف هذا ملك وحده؟ آه. سند وحده. سند وحده المحل. المحل غير. ها هاي الشباب. ما شوفي شو تجي. نعم. شالغي. هو نص شيء سوا شنو؟ أبو جعفر. وأنت بالسيارة؟ سامر. بالشواق. أحسن. حمراء. النبات جينا. أحسن. هاي مثلا الحمراء. الجوال كلش شغلهم مرتب. السمير.
لبلبي لبلبي يا ولد وقعت القمر واللبن موجودة عدت باب أربيل كان حط نفسه. هذا السوق قديم ما السراجين ما الجلود. شوفوا السقف إيش قد قديم وحلو. شوفوا هذا كله ما السراجين. شوفوا السقف شو قديم. زهراء كله يحطون عليه الأسامي جلود. هذا عثماني سنة 1660 ميلادي مسويه الوزير حسن باشا 1660 يعني هذا طابق ما بعرف قبل 330 سنة. بس جو الأخوات وكو حديد خلوه بال 75 حتى باقي بس هذا كله أفضل. شو أشتركي؟ القطعة اللي مسويه حسن الرصوري. الله يسامحك. تصلي؟ أنا راح أخذ أشوف فكرات وجهي.